صباح؟ ولك شو هذا اللي عملتيه بحالك؟ شو هذا لك صبوحة؟ مش حلو؟ لك شو حلو؟ بيطير العقل كتير لابقلي. هل كيت بطلوا يعجبوك أوعيك القديمة؟ لا يا أم، عاجبيني بس مليت، حبيت أغير شكلي شوي. بعدين البنات هان بيلبسوا حلو كثير، مثل بنات حيفا ويافا. اشتهيت ألبس مثلهن وأغير تسريحة شعري، حرام ولا عيب؟ لا حرام ولا عيب حبيبتي، عيشي حياتك وانبسطي، لا تخلي حدا يكتم على نفسك. ايش بك عم بمزح معك خالتي معادل؟ اي والله حرام عليك، صباح بنت حلوة وبتطير العقل، خليها تهتم بحالها وتلبس، بركي إن شاء الله إلهي هيك يا رب بيجي نصيبها. بيجي نصيبها لما ربك بيريد، مش لما تغير وعيها. بيجي نصيبها لما تحط عكلها براسها. تخافيش علي يما، أنا هلكيت حطيت عكلي براسي. هاتي الكهوة أنت الثانية. تفضلي. شربوني. اي والله حماتك بتحبك ها. أي ما يجيب لي فنجان. يعني هو حلو. اه يما والله حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو عمي وينك هلا؟ والله يا عمي كان عندي شوي شغل فاضطريت اني اطلع برات السوق. ما بيصير عمي، ما بيصير، هذا محل باب رزق. معك حق، والله معك حق عمي، بس مشان يكون عندك علم، انا بالايام الجايه يعني رح اكون مشغول كثير. والمعنى؟ المعنى يمكن اضطر اترك الشغل عندك. لا عمي لا، لا تفتح القصه، ممنوع. انا بتكل على الله وعليك بالمحل. يا عمي انا ما بدي ضرك، يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك. خلص عمي، بتروح امتى ما بدك وبترجع امتى ما بدك. انا اشتغلت عنك بهاليومين، كان عندي كم شغله عم ساوي ولا ريح ضميري، بس من هلا ورايح انت بتروح امتى ما بدك وبترجع امتى ما بدك، ما عاد اسالك. بعين الله، بعين الله يا رب. اتكل على الله. سمعت انه اسعد كان بزياره عندك هون بالاوتيل، خير؟ شو كان بده ومع مين كان عم يحكي؟ كان في مصاري على عبد الله واجى ليسدد زنده. على هالحاله اسعد بيعرف مكانه لعبد الله؟ ما بعرف، اساله. انا رح اسال. انت سالتي؟ قال لي ما بيعرف وينه.